هنتكلم النهارده على الانتي فانجل دراجز. قبل ما هنخش في الدراج ثيرابي بالنسبة للفانجل انفكشن، هناخد فكرة بسيطة كده عن ايه اللي ممكن نشوفه او انواع الفانجل انفكشن. مش عشان نخش في تفاصيل الفانجل انفكشن، لا، لان احنا عندنا في ادوية زي ما هنسمع بعد شوية، في ادوية بتنفع في نوع وما تنفعش في نوع تاني. لازم بس نبقى اوير هو ايه انواع الفانجل انفكشن اللي احنا ممكن نشوفها. طبعا في عندنا اللي هو السوبرفيشال. السوبرفيشال فانجل انفكشن ده غالبا ممكن نقسمه الى تو مين كاتيجوريز. يعني عندي في حاجه اسمها اللي هو الكانديدا، والكانديدا دي حاجه مشهوره قوي وفيري كومن ومعظمنا بنشوفها فين؟ ها؟ لما حد مثلا بياخد انتي بايوتكس كتير، بنبدا نشوف كده عنده هنا في الاورال كافيتي، نبدا نشوف اللي هي حاجه بنسميها اورال ثراش، بتبقى زي بقع بيضه كده وساعات تبقى خضراء. ده فانجل انفكشن، ده كانديدا. بس كمان الكانديدا مش بتيجي بس هنا، ممكن تيجي في الجلد، ممكن تيجي على اي ميوكس ممبرين، ممكن تيجي في الفاجينال ميوكس ممبرين، فدي كلها بتبقى كانديدا انفكشن. اشهر حته بنشوفها هي الاورال ثراش. معاها برضو بيبقى في حاجه كده برضو بنشوفها كتير اللي هي الاونيكومايكوزيس. دي بنشوفها فين؟ دي بنشوفها في النيل بيت. تعرفين وحتى مشهورة قوي عنها ان هي الناس اللي هي ما بتنشفش ايديها من المية بيبدأ يجي لهم التهابات في النيل بيد، اللي هي الحتة بتاعت الضفر دي واللي تحتها، بتلاقي كده ايديها. طبعا بقول ايديها لانها كومن في الفينيلز، عشان هي اللي بتبقى ايديها في المية كتير، فبتبقى كومن شوية فيها. نبص نلاقي الحتت اللي عند الضفر دي بقت ايه؟ ابتدت تورم وابتدت كده يحصل فيها التهاب، وحتى ساعات من كتر الانفكشن اللي بيجي يبدا بقى يحصل سكندري بكتيريال انفكشن وتلاقي فيه باسو، فده برضو اللي هو الاونيكومايكوز. طيب في عندنا حاجه ثانيه بقى، جروب ثاني من السوبرفيشال فانجر انفكشن، وده اللي هو الدرماتوفايت. الدرماتوفايتس دي اللي هي ايه بقى؟ زي ايه؟ اللي هي مجموعات التينيا، اللي هي بقى التينيا اللي بتيجي في الراس كافيتس، التينيا اللي بتيجي في الجسم، تلاقي كده بقع ايه؟ بقع كده بيضاء او بقع ملونه، فدي اللي هي بنسميها الدرماتوفايت، بنطلق عليها كده جروب اسمه درماتوفايت. انا بقول التقسيمه دي لانه هنقعد واحنا بنتكلم بعد شويه، لا مش كله هينفع يعالج كل الانواع من السوبر فيش. بعد كده بقى عندنا في حاجه اسمها ديب فانجل انفكشن. الديب فانجل انفكشن ده دي حاجه ثانيه. طبعا ده ممكن يجي بقى في اي صوره جوه الجسم. ممكن نلاقي فانجل نمونيا، التهاب رئوي فانجل انفكشن. ممكن نلاقي فانجل سبتسيميا عامله برضه موجوده في الدم. ممكن يكون فانجل مننجيتس. ساعات بنشوف الكانديدا دي حاجه اسمها ديسيمينيتد كانديدا. يعني ايه ديسيمينيتد كانديدا؟ منتشره في الجسم كله. في بعض الناس تقول لك دي كانديديميا، يعني حتى من اسمها هي دخلت فين؟ دخلت في البلد وابتدت تنتشر. بس الحقيقه الديب فانجل انفكشن مش حاجه كومن. بنشوفها كومن مع مين؟ الناس اللي هم المناعة عندهم قليلة. مين الناس اللي عندهم مناعة قليلة؟ حاجة من الاثنين، لإما هو بياخد كانسر كيموثيرابي،
لا اما بياخد اميونو سبريست، فدي بتبقى كومن اكتر في الناس اللي هي المناعه عندهم بتبقى قليله شويه. دي كده فكره بسيطه عن الفانجل انفكشن. طيب انا لما اجي اعالج فانجل انفكشن هعالجه توبيكال، وعايز اقول حاجه هنا مهمه قوي. توبيكال بتعني ايه؟ ان هو يشتغل ات سايت اوف ادمنستريشن. يعني لما اقول توبيكال باخد الدواء اورال، يبقى انا عايزه يشتغل فين؟ التوبيكال بيشتغل ات سايت اوف ادمنستريشن. يبقى لما تيجي حد يقول لي انا هبلع قرص وده اسمه توبيكال، اه لو هيشتغل فين؟ في الجي اي تي، ده اسمه توبيكال لانه ما حصلوش ابزوربشن. هفكركم، فاكرين قلنا حاجه قبل كده على النيومايسين؟ النيومايسين ده كان واحد من الامينو جلايكوسايد وكان بيتاخد اورال رغم ان هو لا بيحصلوش ابزوربشن، بس كنا بنديه عشان ايه؟ عشان البكتيريا الفلورا. فكلمه توبيكال ان هو يشتغل ات سايت اوف ادمنستريشن. انا لما اجي بقى اعالج فانجل انفكشن، اعالج بحاجه توبيكال ولا اعالج بحاجه سيستميك؟ طبعا لو هي سوبرفيشال وهي اريا صغيره، هنا بنفضل نستعمل ايه؟ نستعمل اللي هو التوبيكال تريتمنت، ده احسن طبعا. لكن لو الاريا كانت كبيره، ساعات كده بيجي لك العيان الاريا بتاعت الفانجل انفكشن كبيره قوي، طب ده هتدي له توبيكال ازاي؟ مش معقوله هتدي له مثلا انبوبه كريم كل ست ساعات هيخلص انبوبه على. ففي الحاله دي بنضطر نرجع بقى لايه؟ للسيستميك انتي فانجل دراجز. برضو في الناس اللي عندها المناعه برضو حريصين قوي ان احنا نستعمل التوبيكال تريتمنت في الناس اللي المناعه بتاعتهم قليله. عشان كده هيبقى عندي بقى يا اما حاجات بتستعمل توبيكال يا اما حاجات بتستعمل سيستميك فور فانجل انفكشن. دي فكرة بسيطة قوي عن أنواع الفانجل انفكشن. تعالوا بقى نخش نتكلم في إيه هي الدراجز اللي ممكن نستعملها في حاجة زي دول، ونبدأ بقى نحدد كل واحد يستعمل فين. تعالوا نتخيل مع بعض ادي فنجس، والفنجس ده يبقى فيه سيل وول وبيبقى جوه السيل وول زي اي سيل، بيبقى جوه فيه ايه؟ سيل ايه؟ سيل ممبرين، والسيل ممبرين ده بيبقى فيه حاجه كاركترستيك. احنا عارفين ان اي سيل ممبرين بيتكون مني من ايه؟ فوسفو ليبيدز. وهنا بيبقى موجود في حاجه كاركترستيك اللي هو اسمها ايربوستيرول. فالايربوستيرول ده بيبقى موجود فين؟ موجود في السيل ممبرين. زي اي سيل بيبقى عندي فيه الدي ان ايه، زي اي سيل بيحصل فيها ديفيجن بيبقى عندي فيه حاجه اسمها مايكرو تيبيولز، ودي اللي مسؤوله عن الديفيجن. ده باختصار كده الكونتنت اللي احنا هنشتغل عليها في الانتي فانجل دراجز. طيب تعالوا نبص كده حاجه مهمه قوي في الايربوستيرول. الايربوستيرول اللي جوه الممبرين بتاع الفانجس ده جاي منين؟ ده جاي من حاجة اسمها سكوالين. السكوالين ده بيتحول بالسكوالين ايبوكسايديز إلى لانوستيرول. يعني انا بقول تفاصيل شويه بس مش يعني محدش يعني يتخض من التفاصيل الكتيره، بس عشان نبقى فاهمين
اللانو ستيرول ده بقى يتحول لايه؟ يتحول الى ارجوستيرول. هنا بقى ناخد بالنا من حاجة مهمة. ايه اللي مسؤول عن تحويل اللانوستيرول الى ارجوستيرول في الفانجس؟ بيجي لي هنا سب تايب من السب 450 سب تايب منه. احنا سمعنا قبل كده السب 450 سيتوكروم بي 450 سمعناه فين؟ موجود فين؟ موجود في عندنا ولا لا؟ موجود عندنا. ده احنا عندنا ده مسؤول عن الدراج ميتابوليزم وموجود بكميه كبيره منه في جسمنا. السب تايب ده اللي هو حاجه اسمها 14 الفا دي ميثايليز، مش هممني تعرفوا اللي هو 14 الفا، مش هممني ده، بس هممني حاجه مهمه قوي تبقى عارف ان ده ايه. ده سب تايب من مين؟ في السيتوكروم، والسيتوكروم ده جزء مهم جدا في جسمنا. لكن تعال بص كده، حاجه زي السكوالين ايبوكسيديز، عمرنا سمعنا عنها؟ موجوده في الهيومن؟ ها؟ يبقى هنا لما تيجي بقى تستعمل دراجز بتشتغل على التو ستيبس بالمنطق، مين اللي تتوقع ان هو يبقى خطر علينا؟ اكيد ده، وده اللي فعلا هنتكلم عليه وهنشوف حكايته ايه. لكن لما حاجه تشتغل لي على السكوالين ايبوكسيديز، لا ما مش قضيه، لانه مش ايه؟ مش عندي في موجود في الجسم. ايه بقى الدراجز اللي ممكن تشتغل كانتي فانجر؟ تعال ناخدها الاول كده نسميها كميكانيزم، وبعدين نبدا نتكلم على المجموعات المهمه من كل واحد فيه. في عندي اول واحد، وده حاجه اسمها كاسبو فانجين. كاسبو فانجين ده بيشتغل فين؟ زي ما انا رسمه كده، بيشتغل على السيل وول. بيشتغل على انهي جزء في السيل وول؟ بيشتغل على الجلوكوز بوليمرز بتاعت السيل وول. بيبدا ياثر عليها ويبتدي يغير لي الستراكشر بتاع السيل وول. الحقيقه الكاسبو فانجين ده هنعرف بعد شويه ان هو لا يستعمل الا اي في. كده واضح ان هو هيستعمل للسوبرفيشال ولا للديب؟ خلاص، ما هو بما انه اي في ده ما حدش يقول لي ان الاي في هيبقى توبيكال. عمر ما يكون الاي في توبيكال، الاي في لازم يبقى ايه؟ سيستميك. فهو بيستعمل اي في، وهو بيستعمل كسكند تشويس في حالات الكانديدا. سكند تشويس في حالات الكانديدا. واضح ان هو هتبقى انهي نوع من الكانديدا اللي بتطلع هنا في الاورال، ولا الكانديدا اللي هي قلنا عليها ايه؟ اللي هي ديسيمينيتد، هو سكند تشويس. هنشوف بعد شويه مين الفيرست تشويس اللي ممكن استعمله في الكانديدا الانفكشن. طيب ايه تاني؟ في عندي هنا دواء اسمه تربنافين. التربنافين ده بيشتغل على ايه؟ بيوقف السكوالين ايبوكسيديز انزايم، فيوقف السنسز بتاع اللانوستين. وهو بيبقى مين ميكانيزم بتاعه؟ السكوالين دي لما يحصل لها اكيوميليشن دي بتبقى توكسيك للسيل. فهو التربنافين بيوقف السكوالين ايبوكسيديز انزايم، اما يعمل لي اكيوميليشن للسكوالين دي بتبقى حاجه توكسيك للفانجل سيل. ده اسمه تربنافين. متوقعين منه يبقى له سايد افكت جامده؟ ها؟ لا، متوقع منه ما يكونش ليه سايد افكت جامده. ليه؟ لانه بيشتغل على ستيب ايه؟ مش موجوده عندنا في الجسم. نيجي للي بيشتغل هنا، ودي مجموعه مهمه قوي هنتكلم عليها بالتفصيل، اللي هي مجموعه اسمها ازول. عشان بس يعني اشوقكم لمجموعه الازول،
انتوا بتسمعوا عن النيزورال. النيزورال ده شامبو ايه؟ بتاع ايه؟ ده بتاع القشره بتاع الشعر. اسمه نيزورال، وهو بقى شامبو خلاص. ده واحد من الازول. فده بيعتبر مجموعه بقت مهمه جدا دلوقتي في علاج الفنجرال انفكشن. هنتكلم عليها لسه بالتفصيل. طيب احنا اتفقنا ان في هنا في السيل ممبرين في حاجه اسمها ايربوستيرول. الايربوستيرول ده في عندي مجموعه من الدراجز بتيجي تمسك في الايربوستيرول. المجموعه دي بنسميها بولي اين انتي فانجل. فالبولي اين بتمسك في مين؟ ها؟ تمسك في الايربوستيرول. اول ما تمسك في الايربوستيرول بتقوم عامله في ايه في الممبرين؟ فاتحه بورز في الممبرين، تفتح الممبرين. وانا لما بفتح الممبرين بتاع اي سيل بتبتدي يحصل ايه للانتراسيلر كونتنت؟ يحصل ليكج للانتراسيلر كونتنت ويحصل سيل ديس. فالبولي اين خد بالك شغلها معتمد انها تمسك في مين؟ او بمعنى تاني لو انا جبت فانجل سيل ما كانش فيها ايربوستيرول، انت متوقع ان مجموعه البوليين تعرف تشتغل؟ خليكم فاكرين اللي انا بقوله ده دلوقتي. مجموعه البوليين في منها تو دراجز، حاجه اسمها امفوتيريسين بي، وحاجة اسمها نيستاتين. نيستاتين خد بالك ان مجموعة البوليين دي ابسوليوتلي هيدروفيلك. يعني ايه هيدروفيلك؟ يعني لو خدتها اورال ها يحصل لها ابسوربشن. طالما هيدروفيلك بعنف، احنا اتفقنا ان الدواء علشان يمتص اورا لازم يبقى ايه؟ لايبوفيليك. دي ابسوليوتلي هيدروفيليك لدرجه انها، يبقى خليك فاكر بما انها هيدروفيليك تعال نسترجع كده الكاينتكس اللي احنا درسناها. الهيدروفيليك ده يقدر يعدي البلاد برين بارير؟ لا. طب الاليمينيشن بتاعه هيبقى مينلي فين؟ ليفر ولا كدني؟ اي هيدروفيليك الاليمينيشن بتاعه ايه؟ يبقى كدني طبعا الاليمينيشن بتاعه. يبقى هي غالبا مش هتمتص لانها ابسوليوتلي هيدروفيليك دراج. بس النقطه المهمه اللي فيها ان هي ديبندنت على وجود مين؟ وجود الايربوستيرول في شغلها. في عندي بعد كده حاجه بتشتغل على الدي ان ايه اللي هي حاجه بنسميها فلو سايتوزين. والفلو سايتوزين ده بيوقف السنسز بتاع الدي ان ايه. وبعدين عندي حاجه دواء بيشتغل على الدي ان ايه وعلى المايكرو تيبيولز، وده اسمه جريسيو فولفين. يبقى تاني باختصار ايه الانتي فانجر اللي عندنا؟ في اللي بيشتغل على الجلوكوز بوليمرز بتاعت السيل وول، وده اسمه كاسبوفانجين، وده بيتاخد اي في، وده قلنا ايه سكند تشويس في حالات الكانديدا اللي هي ايه ديسيمينيتد كانديدا انفكشن. في عندي بقى اللي بيشتغل على خطوه الايربوستيرول، في التربنافين وده بيوقف السكوالين ايبوكسايديز فيوقف السنسز بتاع اللانوستيرول، ونتيجه ان هو وقف السنسز بتاع اللانوستيرول يحصل اكيوميليشن للسكوالين اللي هو توكسيك للفانجر سيل. وفي عندي مجموعه الازول اللي هي بتشتغل اسم الانزيم نمره واحد، يبقى مين اللي في دماغنا؟ ها؟ سيبك من ال 14 الفا يعني مش مهم، بس المهم تبقى عارف ان هو ايه؟ واحد من مين؟ واحد من السيتوكروم بي 450. وبعدين عندي البولينين جروب اللي هي بتمسك في مين؟ بتمسك في الايربوستيرول، ودي اهم كلمه فيها ان هي هيدروفيليستي بتاعتها ايه؟ عاليه قوي. ولا اما الانفوتيريسين بي لا اما النيستاتين. وفي عندي اللي هو الفلوسايتوزين اللي بيشتغل على الدي ان ايه،
في عندي البريسيوفولفين اللي هو بيشتغل على الدي ان اي والمايكروتوبولز. دي تقريبا اهم انتي فانجل دراجز موجوده عندنا. احنا كده بس بنتكلم ميكانيزم اللي هو بالنسبه لنا بيبقى يعني الامبورتنس بتاعته نمرة 2. اللي جاي هو الاهم بقى اللي هو استعمل ايه والسايد افكت، هو ده اللي بالنسبه لنا بيبقى نمره 1 في البرايورتي واحنا بنتكلم على اي دراس. تعالوا بقى نتكلم كده على نمسك دواء دواء ونبدا نتكلم فيه. هنبدا بمجموعه المجموعه المشهوره قوي هي مجموعه البولي ايز. احنا اتفقنا عندنا في البولي ايز في عندي دوايين، لا اما النيستاتين لا اما الانفوتيريسين بي. واتفقنا ان الاثنين ها هيدروفيليك ولا لايبوفيليك، هما الاثنين هيدروفيليك. الانفوتيريسين ده للسيستميك فانجل انفكشن، سيستميك ده بيستعمل سيستميك. الدواء ده مش دواء في الصيدليات، الدواء ده جوه مستشفى. بما ان هو محطوط جوه مستشفى واضح ان هو دواء ايه السايد افكت بتاعته هتبقى ايه جامده قوي، ده مش كده بيتاخد سهل قوي. الانفوتيريسين انا عايز اديه فور سيستميك، هديه اورال ها ينفع دي اورال هيحصل له ابسوربشن. طيب يبقى بيتاخد ازاي؟ اي في، دي نمره 1. نمره 2، لو جاني عيان عنده فانجل مننجايتس هقدر ادي الانفوت هيعدي غالبا لما في حالات المننجايتس بنستعمله ايه؟ انترا ثيكل. لو انت عايز تستعمله في المننجايتس بتديه يعني ايه انترا ثيكل؟ بحقنه جوه السي اس اف. طيب هو ايه بقى اللي مخلي الدواء ده احنا خايفين منه قوي وبيرعبنا ومش موجود في الصيدليات؟ نمره 1، وهنا يعني عشان الناس اللي تشوف اي دواء تقوم لو هي عارفه بيتاخد اورال بتقوم اول كلمه بتكتبها في السايد افكت ايه الدواء اللي بيتاخد اورال؟ نوزافوم، صح؟ وهنا مش هزعلكم رغم ان هو بيتاخد ايه؟ اي في، بس تخيلوا ان وانت بتديه ممكن يعمل نوزيا، ممكن يعمل فوميتنج، يوطي الضغط اب تو شوك. طب دي لسه اول حاجه، اول حاجه. وانت بتديه اي في ممكن يعمل نوزيا، ممكن يعمل فوميتنج، يقلل البلاد بريشر ويخش العيان فيه شوك. نمرة 2، الدواء ده لما بنديه انتراسيكال في ريسك ان ممكن يعمل كمان كونفولجن، يحصل تشنجات منه. ماشي لحد كده يعني ما ممكن ما استعملوش في المننجايتس. بص بقى اللي جاي ده، هو هيدروفيليك ولا لا؟ الاليمينيشن بتاعه فين؟ اشهر حاجه بيعملها نفرو توكسيستي، نفرو توكسيستي عنيفه جدا بتاعته. والنفرو توكسيستي بتاعته دي ممكن توصلني الى هايبوكاليميا. طب وانا هخاف ليه من الهايبوكاليميا؟ هايبوكاليميا بتعمل ايه؟ بتعمل اريزم، بتعمل ديستربنس في الهارت ريزم. وكمان لو استعملته لفتره طويله ساعات في حالات الفنجل، بعض حالات الفنجل انفكشن بنستعمل الانتي فنجل لفترات طويله
لما بتستعمله لفترات طويله بيبدا يقلل الاريثرو بويتين. بتاع ايه الاريثرو بويتين ده؟ من اسمه كده اريثرو سايت. اريثرو هي الايه؟ ار بي سيز. اريثرو سايت دي الار بي سي. اريثرو بويتين ده هرمون بيطلع من الكدني، واضح ان هو مسؤول عن تصنيع ايه؟ اريثرو سايت. ايه الاريثرو سايت دي؟ اللي هي الار بي سيز، وده مسؤول عن تصنيع الار بي سيز. واضح كده ان الانفوتيرسين لما تيجي تديه ما ينفعش يتاخد في بيت. انت هتديه هيبقى مونيتور. مونيتور البوتاسيوم، هتمونيتور الشرب، كل ده لازم العيان يبقى تحت عينك وانت بتدي حاجه زي كده. قبل ما اسيب الانفوتيرسين حته مهمه قوي فيه قوي. انتوا من شويه فاكرين لما قلت في الاول هو مين اكتر عيانين معرضين اللي يجيله سيستميك فانجل انفكشن؟ فاكرين كانوا مين؟ الناس اللي عندها كانسر او اللي بياخدوا اميونو سبريسر، صح؟ طيب في عندنا مين معينين اللي هم بنعمل لهم رينال ترانسبلانت؟ بنقول له كده العيان اللي معمول له رينال ترانسبلانتيشن هيمشي على ايه؟ اميونو ايه؟ اميونو سبريسر، صح؟ طيب اول عيب للاميونو سبريسنت هو ان ممكن يحصل للعيان فانجل انفكشن. خد بالك العيان بنقول له كده، صح؟ وجاله فانجل انفكشن ومش عارف اسيطر عليه باي دواء، فقررنا ندي مين؟ ندي الانفوتيرسين بي. هتخاف منه بقى في ايه؟ الكلى اللي انت ناقلها للعيان دي وعمل نيفروتوكسيستي، انت كده خسرت الكلى دي، صح؟ من هنا الناس قعدت تفكر طب نعمل ايه في الانفوتيرسين اللي هو الريسك بتاع النيفروتوكسيستي بتاعته عاليه. راحوا مطلعين حاجة اسمها لايبوزومال انفوتيرسين. لايبوزومال انفوتيرسين. الميزة في اللايبوزومال انفوتيرسين ان هو ايه؟ ما بيعملش قوي نيفروتوكسيستي. Minimal أو less incidence of nephrotoxicity. هو أنا بحكي الحكاية دي عشان تفتكروا إن أنا الأنفوتيرسين بستعمله في فانجر انفكشن، في عيان نقله كده وبديله اميونو سبريسر وحتى الأنفوتيرسين الكلى ممكن تبوظ. ففي الحالة دي اخترعوا حاجة اسمها ده ستراكشر معين معمول بتصنيع معين اسمه لايبوزومال. يبقى اللايبوزومال انفوتيرسين في ميزه واحده هي ايه؟ ان هي النيفروتوكسيستي بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى قليله او مينيمال او نو نيفروتوكسيستي. ده اسمه لايبوزومال انفوتيرسين بي. حاجه كمان في الانفوتيرسين بي، الانفوتيرسين بي هايلي توكسيك، واضح طبعا. طيب انا بقى لما يجي لي عيان عنده disseminated candida او عنده systemic fungal infection وفي نفس الوقت انا محتاج اديله انفوتيرسين بي، طب كل ما هتدي دوز عاليه من الانفوتيرسين بي، انت متخيل الادرس افكت هتبقى شكلها ايه؟ فهنا في هدف معين. ايه هدفي؟ احاول اعمل ايه في الدوز بتاعت الانفوتيرسين؟ احاول اقللها، بس تقليلها كده لوحده مش هينفع. فبنعمل حاجه ظريفه قوي، بحط على الانفوتيرسين بي الفلو سايتوزين. الفلو سايتوزين ده اللي هو بيشتغل على الدي ام ايه اللي كنت سيرته من شويه. وهنا بقى ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي قوي قوي. الفلو سايتوزين لا يستعمل لوحده انتي فانجل. الفلو سايتوزين نيفر
تديه لوحده انتي فانكشن، ملوش غير استعمال واحد فقط. بيتضاف على مين؟ ها؟ على الانفوتيرسين بي. لو انت عايز تعالج مثلا حاله ديسيبينيتد كانديدا، عايز تعالج حاله مثلا مينجايتس، اي حاله محتاج فيها انفوتيرسين بي عنيفه، هتحط الفلوسايتوزين. الفلوسايتوزين فيه ميزه واحده فقط. ها؟ فكره هيحصل بينهم زي نوع من السينرجيزم كده، فتستعمل دوز من الانفوتيرسين ايه؟ اقل شويه. ودي الميزه الوحيده، يعني الفلوسايتوزين انا مش عايزك تبقى عارف الا ان هو لو هتستعمله نفر ان هو يستعمل ايه؟ لوحده. بتحطه مع الانفوتيرسين بي ليه؟ علشان اقلل الدوز بتاعه الانفوتيرسين بي. زي ما انتم شايفين كده واضح ان احنا خايفين من مين؟ الانفوتيرسين. فطلعنا اللايبوزومال اللي هو ما فيش فيه نيفروتوكسيستي قوي، ولما بتبقى حاله محتاجه انفوتيرسين في المنينجايتس او ديسيمينيتد كانديدا بحط معاها دواء تاني. الهدف ان انا اعمل ايه في الدوز بتاعه الفلوسايتوزين؟ ها؟ اقلل الدوز بتاعه الفلوسايتوزين. الانفوتيرسين كده سوري بقلل الدوز بتاعه الانفوتيرسين. واضح كده الانفوتيرسين فيه؟ طيب. الدواء التاني وده مشهور قوي اللي هو النيستاتين. عارفين اللي هي الازازه البيضاء اسمها مايكوستاتين؟ بيبقى قطاره كده فيها قطاره وبتاخد منها وتحط على الجول. النيستاتين ده ايه؟ ده بوليين. النيستاتين ده هيدروفيلك ولا هايدروفيلك؟ هايدروفيلك. وهايلي توكسيك ان هو يستعمل سيستميك. النيستاتين لا يستعمل الا فقط توبيكال. يعني انا عندي في البوليين الانفوتيرسين ده سيستميك والنيستاتين ده ايه؟ ده توبيكال. توبيكال يعني ايه؟ توبيكال بتحطه ات سايت، بيشتغل ات سايت اوف ادمنستريشن. يعني لو هو في اورال ثراش بتحط النيستاتين. طب لو واحد عنده اسوفوجيال ممكن تبقاش شايفه، بس خد بالك ان الاورال ثراش دي ساعات بتبقى ايه؟ مكمله لتحت. العيان بيجي يشتكي من صعوبه في، يعني عنده مشاكل في البلع نتيجه الاسوفوجيال كانديديز، هتحط له برضه ايه؟ نيستاتين. هيشتغل لوكال توبيكال ولا هيشتغل سيستميك؟ ها؟ طيب لو في عندك في الجي اي تي في كانديدا واديت نيستاتين والعيان بلعه هيشتغل ايه برضه؟ ها؟ توبيكال. طيب لو جات لي واحده عندها فاجينال كانديديز، فاجينال كانديديز، المفروض انك انت هتعالج برضه بالنيستاتين. هتستعمل النيستاتين ده فين؟ توبيكال، فهيتحط على الميوكس ممبرين بتاع الفاجينا، صح؟ وفي نفس الوقت بتدي المريضه نيستاتين اورال. هو انا ليه بدي اورال بقى؟ اوعى حد يتلخبط ويفتكر ان هو هيمتص وهيشتغل على الفاجينا كانديديز. لا، النيستاتين ما يحصلوش ايه خالص؟ ما حصلوش ابزوربشن. طب انت يا عم بتدي ليه نيستاتين اورال؟ اه، لان غالبا السورس اوف انفكشن عندها جاي منين؟ من الجي اي تي. فانت لو سبت اللي في الجي اي تي كل شويه هيجي لها ايه؟ هيجي لها انفكشن. فيعني النقطه المهمه قوي، هو انا ليه يعني ما اجي اقول لك مثلا جيف ريزون ليه بتدي نيستاتين اورال في الفاجينال كانديديزس؟ اوعوا حد يفتكر انه هيحصل له ابزوربشن. خلينا فاكرين النيستاتين ها نوت ابزوربد، هيدروفيلك نوت ابزوربد. امال ليه بديه بقى؟ ها؟ علشان تو اليمينيت السورس اوف او اراديكيت السورس اوف انفكشن في المريضه. النقطه الاخيره في مجموعه البولي اي، احنا فاكرين البولي اين كان بيشتغل على ان هو يمسك في الايربوستين، صح؟ مين اللي كان بيوقف تصنيع الايربوستيرون؟ كانت مجموعه اسمها ازول. طبعا مش مفضل، مش مفضل انك تدي حاجه من دول. يعني ساعات بنشوف مثلا ايه
حد من العيانين مكتوب له نستاتين ها ومكتوب له اللي هو حاجه من الازول اللي هو مشهور قوي هتكلم عنه اللي هو اسمه دكتارين، في حاجه اسمها دكتارين اورال جيل كده ده ازول. ففي ناس اللي بتلاقي مكتوب له النستاتين مع الازول توبك، هو ده مش مفضل قوي. حد يقول لي ليه؟ جيف ريزون ليه؟ لان الازول هيمنع ايه؟ هيمنع تصنيع الايربوستيرول اللي هو اسينشال لشغل مين؟ اسينشال لشغل النستاتين. فده هنا مش مفضل قوي انك انت تحط الاثنين دول مع بعض. واضح؟ طيب يبقى كده البوليين هقول بقى الحاجات اللي احنا بنذاكر ناخد بالنا منها. الانفوتيرسين بي ده السيستميك بيتاخد اي في، ممكن في الميننجايتس انتراسيكال هيعمل نوزيا وفوميتنج وشوك، ممكن يعمل كونفولشن، ممكن يعمل نيفروتوكسيستي ويقلل الاريثروبويتين، ممكن يعمل لي هايبوكاليميا. في ثلاث حاجات في الـ في الانفوتيرس او حاجتين مهمين. طلعنا حاجه اسمها ها اللايكوزوم اللي اهميته النيفروتوكسيستي بتاعته بقت قليله. نمرة اثنين، لو أضفت على الأنفوتيرسين فلو سايتوزين، الهدف منه إيه؟ الهدف منه إن أنا أقلل الدوز أوف أنفوتيرسين دي. وأوعى حد يفتكر إن الفلو سايتوزين لوحده أنتي فانجل، هو بيتضاف على مين؟ هو بيتضاف على الأنفوتيرسين دي علشان أقلل الدوز بتاعة الأنفوتيرسين دي. المنبر الثاني من البوليين هو النستاتين، وده لا يستعمل الا توبيكال. توبيكال دي في اي حته، توبيكال في الاورال ثراش، توبيكال في الاسوفاجيال هيتاخد وهيشتغل، الجي اي تي بيتاخد وبيتبلع لكن مش هيحصل له ابزوربشن. واتفقنا لو في عيانه عندها فاجينال كانديديزيس هتدي توبيكال نستاتين على الفاجينال ميوكس ممبرين، بس تدي معاه ايه؟ اورال نستاتين. ليه؟ الراديكين السورس اوف انفكشن. اوكي؟ طيب دي مجموعه البوليين. من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده عندنا ولسه موجوده بس يعني تراجعت شويه بس موجوده اللي هو الجريسيو فولفين. ايه الجريسيو فولفين ده؟ ده كان انتي فانجل وده كان كاركترستيك في الدرماتوفايت وخصوصا اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتيجي فين؟ عند النيل بيت. طب بصوا معايا كده، هتخيل ادي ميل اهو، الناس اللي بيبقى عندها الاونيكومايكوزيس بتبقى الحته دي فيها ايه زي ما اتفقنا؟ فيها انفلاميشن وفيها فانجل انفكشن. طيب انا لما كنت بدي الجريسيوفولفين بصوا كان بيشتغل ازاي؟ الجريسيوفولفين ما يقدرش يقرب من الحته اللي فيها فانجل انفكشن، ما يقربش منها. امال يعمل ايه؟ يجي يترسب في الهيلثي كيراتين، ده هيلثي اهو بقى فيه هنا جليسيوفولفين، وفي الحته اللي تحت مترسب فيه في حته هيلثي ما فيهاش فانجل انفكشن. حلوه. طب انا استفدت ايه؟ ها الحته دي ايه بقى؟ ها بيحصل فيها انها بتبتدي تقع ويطلع غيرها. فانا حدي الجريسيوفولفين لحد لما الحته اللي فوق اللي هي انفكتد يبتدي يحصل فيها ديجنريشن وتقع واحده واحده. وهيبقى الحته اللي طالعه فيها مين؟ فيها الجريسيوفولفين. تبقى انفكتد؟ لا ما تبقاش انفكتد. ايه ده وجع القلب ده؟ ده ايه ده؟ واضح كده، واضح ان الدواء ده عشان اديه عبال ما الحته دي تقع ده في ايه؟ في وقت. وكنا بنديه مثلا 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور،
حط عليهم بقى ان الجلاسيوفولفين ده ممكن ياخد اورال، ها اتاخد اورال، فايه بقى الهبد هنا هيبقى ايه؟ نوزيا وفوميتنج. اوكي ماشي، بس كان في حاجه خطيره قوي، هيباتو توكسيك وانزايم انديوسر، يعني هيباتو توكسيك وكمان انزايم انديوسر. يعني ايه انزايم انديوسر؟ ها هيزود الميتابوليزم بتاع اذر دراج، وبالتالي يبقى في ريسك اوف دراج انتر اكشن، وده هيتاخد لمده قد ايه؟ 6 شهور. طب يا عم بلاها الجريسيوفولفين، طلع حاجه اسمها تربنافين. التربنافين بقى اهم كلمه في التربنافين، اللي هو كان بيشتغل على السكوانين، فاكرين سكوانين فوكسايديز ده؟ اهم حاجه في التربنافين ان هو بقى الفيرست تشويس في الدرماتوفايت، ملوش دعوه، ما فيهوش بقى حته الايه؟ حته ان هو 6 شهور، ما فيش الكلام ده. وده دواء موجود في السوق اسمه لاميسيل، موجود في السوق، وفي منه التربنافين، في منه سيستميك وفي منه لوكال او توبيكال. يبقى اهم كلمه في التربنافين ها هو ايه؟ هو الفيرست تشويس في الدرماتوفايت، ما قلتش في الكانديدا. انا الكانديدا لحد دلوقتي اتعاملت معاها بمين؟ بالنستاتين والانفوتو، صح؟ التربنافين والجريسيوفولفين دول بتوع الدرماتوفايت، بس لما اجي اقول لك الفيرست تشويس، هو ليه بقى فيرست تشويس؟ لانه ارجع كده للميكانيزم بيشتغل على حاجه ايه؟ مش موجوده في جسمنا، وبالتالي السايد افكت بتاعته مينيمال، مش مهم هي ايه، مينيمال سايد افكت. يبقى التربنافين ها هو الفيرست تشويس في الدرماتوفايت. التربنافين في منه ايه وايه؟ في منه سيستميك وفي منه توبيكال. التربنافين مينيمال سايد افكت، وده اللي خلاه يبقى ايه؟ ها يبقى الفيرست تشويس في علاج الفانجل انفكشن. هنيجي بقى لاخر مجموعه اللي هي المجموعه القويه قوي، اللي هي مجموعه الازول. لحد دلوقتي خلينا واخدين بالنا من حاجه، احنا قلنا البوليين مش تعمل بيني في كانديدا، صح؟ وقلنا الاثنين دول اللي هو التربنافين والجريسيوفولفين دول بتوع الدرماتو فايت، صح؟ ما كانش عندي حاجه تقدر تجيب الاثنين مع بعض، لحد ما طلع مجموعة الأزول. مجموعة الأزول دي بقى أول مجموعة بتشتغل، بنسميها إيه؟ بنسميها برود سبيكتر. بتشتغل على إيه بقى؟ على كله بقى. دي بتاعت كله. ودي أول مجموعة ظهرت بتاعت كله. أول ممبر ظهر في الأزول كان اسمه كيتو كونازول. الكيتو كونازول ده كان أول ممبر ظهر، اللي هو النيزوران موجود. بس تعالى بقى نشوف أول ممبر ده ظهر منه إيه؟ خلينا نتراجع في استعماله دلوقتي درجة عالية قوي. نمرة واحد، الكيتوكونازول نمرة واحد هيباتو توكسيك، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الكيتوكونازول نوت ابزوربت ويز انتاسيد او اي دواء يقلل الاتش سي ال، او بمعنى تاني علشان يمتص ها لازم
ما يتاخدش معاه ولا اندست ولا حاجه بتعمل ايه في الاتش سي ان تقلله. يعني هو امتصاصه ديبندنت على الاتش سي ال الموجود في الاستوم. كويس. ايه تاني اللي في الكيتوكونازول؟ الكيتوكونازول كان بيوقف السيتوكروم بي 450 اللي هو 14 الفا ديميثايليز. تعال بقى نشوف ايه اللي حصل. الانزيم ده داخل في حاجتين. داخل في ايه؟ نمره واحد داخل في الاستيرويد هرمون سنسز. ايه هما الاستيرويد هرمون اللي في جسمنا؟ ها؟ الكورتيكوستيرويد ده استيرويد اسمه كورتيكوستيرويد، كورتيزول ده استيرويد هرمون، ها؟ السكس هرمون، الاستروجين ده استيرويد هرمون، الاندروجين ده ايه؟ استيرويد هرمون. فالانزيم ده كان مسؤول عن تصنيع الستيرويد هرمون. جيت حضرتك اديت كيتوكونازول، ها؟ منعت الستيرويد هرمون سنسور. بقى كده قلل لك مين بقى؟ ها؟ قلل مين؟ قلل الكورتيزول، ها؟ قلل الاستروجين، ها؟ وقلل الاندروجين. قلل التلاته دول. كمان السيتوكروم بي 450 ده مسؤول عن الدراج ميتابوليزم. فانت هنا لما هتوقف السيتوكروم بي 450 هيبقى فيه ريسك اوف دراج انتر اكشن. اي دواء تاني هيتاخد معاه هيبتدي يحصل منه ايه؟ وحصلت منه مشاكل في بعض الادويه الخطيره قوي. كان في ادويه عندنا في السوق التوكسيستي بتاعتها لما بتحصل بتبقى فيتال، واتاخدوا مع بعض فحصل منهم فيتاليتي. فالكيتوكونازول هيأثر لي على الميتابوليزم بتاع بعض الدراجز. طيب الكيتوكونازول كان بيتاخد 3 مرات في اليوم، ممكن يقعد من 10-14 يوم في العلاج. 3 مرات في اليوم. طبعا ال3 مرات في اليوم لمده اسبوعين هنا الكومبلاينس بيبقى ايه؟ مش حلو، يعني بيزهق من الدواء. فده كان بيتاخد 3 مرات في اليوم. الكيتوكونازول نوت كروس البلاد برين بارير، وبالتالي ما كنتش اقدر استعمله في ايه؟ في المننجايتس. كل دي مشاكل، كل دي مشاكل في الكيتوكونازول. ولهذا السبب الكيتوكونازول بقى يستعمل توبيكال بس. الاستعمال الحقيقي دلوقتي ليه مش بقى انتي فانجر سيستميك، بقى في الكانسر بروستات. بقى يستعمل في الكانسر بروستات. بعض حالات الكانسر بروستات، حالات معينه بنبقى محتاجين ان انا ادي الكيتوكونازول ده. حد يقول لي ليه؟ هو هيقلل مين؟ هيقلل الاندروجين. والكانسر بروستات دي بتبقى ديبندنت على الاندروجين في الجروس بتاعه. فبقى المين يوز بتاعه دلوقتي كانتي فانجل بقى مينلي توبيك. لكن المين يوز بتاعه سيستميك بقى كانسر بروستات. طلعنا مين بقى؟ طلعنا دلوقتي التوب اللي هو فلوكونازول. الفلوكونازول بقى حل لي كل المشاكل دي بقى. عمل ايه في النص اسامي كتيره. يعني الازول يا جماعه خدوا بالكم في منه توبيكال وفي منه سيستميك. الدكتورين اللي موجود في السوق ده اللي هو العلبه الكريم ده ميكونازول، وفي اترا، وفي اسامي كتيره. انا هختار اسم واحد اللي عارفينه. الفلوكونازول طلع بعد الكيتو. ها؟ حل المشاكل دي كلها. عمل ايه؟
بصوا كده معايا، ها هو هيباتو توكسيك. طبعا احنا يعني بنبقى حريصين شويه واحنا بنتكلم، ما بنقولش نو، بنقول ايه؟ ها لس. ماشي اوكي. طب عدى البلاد برين بارير، عدى بقى يستعمل ايه في المننجايتس؟ هل ابزوربشن بتاعه يتاثر بال اتش سي ال؟ نوت افكتد باي، او الابزوربشن بتاعه يعني نوت افكتد باي اتش سي ال ريدكشن، مش فارق يعني. تقدر تديه وتحط معاه ايه؟ ها؟ تحط معاه انتسد، تحط حاجه بتقلل، مش فارق معاه. الامتصاص بتاعه مش فارق معاه الاتش سي ال ناقص ولا موجود خالص، فامتصاصه بقى احسن. يبقى ثلاثة. تأثيره على السيب انزايم برضو بنقول ايه؟ ها؟ ليس او ايه؟ مينيمال، قليل قوي، او نو، ممكن ما بيأثرش، يبقى ما فيش هنا. يبقى خد بالك بقى حاجة مهمة، هو أنا أقدر أستعمل الفلوكونازول في الكانسر بروستيت؟ لا ما أقدرش. ليه ما أقدرش أستعمله؟ ملوش علاقة بالإنزيم دي. هل في دراج انتر اكشن؟ لا ملوش دراج انتر اكشن. حل المشكله. طب الكيتوكونازول كان بيتاخد 3 مرات في اليوم 14 يوم مثلا، طب الفلوكونازول بيتاخد قد ايه؟ العلبه، العلبه فيها قرص، وده ممكن بنديه قرص كل اسبوع، بيتاخد ايه؟ وانس. في حالات ممكن تديها كل يومين ثلاثة، لكن يعني العادي بقى ما بيتاخدش 3 مرات، بقى بيتاخد ايه؟ وانس. في بعض انواع الفنجل انفكشن ممكن اديه وانس بير ويك. واضح الكومبلاينس ايه بقى؟ بقت عالية قوي. يبقى حد بقى يقول لي ايه الادفانتج اوف فلوكونازول؟ ها؟ ليس هيباتوتوكسيست، كروس البلاد برين بارير، ما يتاثرش بال اتش سي ال، ما فيش فيه دراج انتر اكشن، ما بيأثرش على الاستيرويد هرمون سنسز، الكومبلاينس بتاعه بيتاخد وانس، ودي حاجه ميزه فيه، وانس بير ويك. كل دي مزايا في الفلوكونازول. تقريبا ما بقاش فيه مشكله، ودي كانت اخطر حاجه بتواجهنا في الكيتوكونازول، اللي هو شغله على مين؟ على السيب انزايم ده. دي كانت اخطر حاجه بتواجهنا مع الكيتو كونازول. عشان كده قلت الكيتو كونازول بقى يستعمل فقط يا اما توبيكال يا اما ممكن استعمله في الكانسر بروستيت. ما تنساش المجموعه دي مش مفضل ان انا احطها مع مين؟ ها؟ مع البوليين، علشان ممكن يأثروا على بعض. دي كده مجموعة الأنتي فانجل. هعمل سمري للحاجات المهمة. أولا الأسامي اللي هنحفظها، إحنا هنحفظ الفلوكونازول وكل مزاياه بقى، ده مهم جدا. هنعرف النستاتين، وهنعرف الأنفوتيريسين بي يعني مجموعة البوليين، وهنعرف التربنافين. الكلمتين اللي انا هقولهم يبقى عايز اربعه منهم. ايه الاربعه؟ النستاتين، امفوتيريسين بي، الفلوكونازول، واللي هو التربنافين. عايز اربعه انتي فانجل. هنلم الانتي فانجل كده، اول مجموعه عندي اللي هي مجموعة البولي اينز. البولي اينز دي بتشتغل انها تمسك في البوستيرون وتفتح البوز. عندي كام دواء في البولي اين؟ في 2، في الانفوتيريسين بي وفي النستاتين. المجموعة دي كلها هيدروفيلك. الانفوتيريسين بي ده بيتاخد اي في، ده فور سيستميك انفكشن، ولو عايز تديه في مننجايتس تديه انتراسيت، ده الانفوتيريسين بي. الانفوتيريسين بي ادفرس افكت بتاعته غير النوزيا والفوميتنج والشوك، الحاجات المهمه قوي اللي فيه. نمره 1 نفروتوكسيستي، هايبوكاليميا، ها، ويقلل
اريثروبويتين. دي الحاجات الكاركترستيك المهمه فيه. بما انه هايلي توكسيك، عملت حاجتين عشان اتجنب التوكسيستي. نمره واحد، طلعت حاجه اسمها لايبوزومال امفوتيريسين بي، وده ما فيهوش نيفروتوكسيستي. نمره اثنين، حطيت عليه مين؟ حطيت عليه دواء اسمه فلوسايتوزين، مش مهم الاسم. حطيت عليه دواء تاني علشان اعمل ايه في الدوز بتاعته؟ اقلل الدوز بتاعه الامفوتيريسين. جينا عند الستاتين، الستاتين لا يستعمل الا توبيكال، مفيش منه سيستميك خالص. وتوبيكال في اي حالات اورال ثراش، اوسوفاجيال كانديديزيس، ممكن اديه في جي اي تي، كل ده يعتبر توبيكال. حاله زي الفاجينال كانديديزيس قلت فيها حاجه مهمه، ها بتدي النستاتين توبيكال وبتدي اورال. ليه بتدي اورال؟ علشان تو ايراديكيت الانفكشن اللي موجود في الجي اي تي، هو ده اللي بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ري انفكشن تاني. وبعدين في الدرماتوفايت، مين الدراج اوف تشويس في الدرماتوفايت؟ بقى الفيرست تشويس هو التربنافين. التربنافين بقى الدراج اوف تشويس دلوقتي. اشمعنى التربنافين؟ اولا في منه ده لوكال توبيكال ولا سيستميك؟ الاثنين، في منه توبيكال وفي منه سيستميك. التربنافين ليه هو الفيرست تشويس؟ علشان المينيمال سايد افكتس بتاعته. كويس. وبعدين جينا على الازول. الازول الممبر المهم دلوقتي هو الفلوكونازول. الفلوكونازول عكس تماما مين؟ الكيتوكونازول. الكيتوكونازول كان هيباتوتوكسيك، ما يعديش البلاد برين بارير، يتاثر بالانتاسيد واي حاجه تقلل الاتش سي ال، كان بيمنع السيب 450 فيقلل الاستيرويد هرمون سينسي، فبالتالي يقلل الكورتيزول والاستروجين، يعمل لي منيستر ديستربنس، يقلل الاندروجين ويعمل انتي اندروجينيك افكت ويعمل دراج انتر اكشن، بتاخد ثلاث مرات في اليوم. كل دي كانت مشاكل في الكيتوكونازول. عشان كده البروتوتايب بتاع المجموعه دي بقى استعماله الاساسي لا اما توبيكال انتي فانجل لا اما كانسر. ايه؟ كانسر بروستات. طلع الفلوكونازول، ايه مزاياه؟ ها او ايه الكاركتر بتاعته؟ مينيمال او ليس هيباتوتوكسيستي، بيعدي البلاد برين بارير، ما بيتاثرش بالاتش سي ال، ما بيأثرش على السيتوكروم، مينيمال اور نو افكت على السيتوكروم، وبالتالي ما بيأثرش على الستيرويد هرمون ولا يعمل لي دراج انتر اكشن، وكمان بيتاخد ايه؟ ها؟ وانس بير ويك. فدي طبعا حاجه في الكومبلاينس عاليه جدا. ما ننساش مش مفضل تحط ايه مع ايه؟ تحط ازول مع الانفوتيريسين او اللي هم الكوليين علشان يحصل تعارض شويه في الميكانيزم بتاعهم الاثنين مع بعض. في اي سؤال؟ هو ازاي ممكن ازول ما بيأثرش على السي والسي؟ دي بقى فكره، يعني فكره ديفرنس بين هيومن سيل وفنجر سيل. اصل هما الاثنين مش تيبيكال قوي، يعني هما الاثنين مش تيبيكال زي بعض. فهو الكيتوكونازول كان مش مفرق بين الاثنين. الفلوكونازول لما اتعمل فيه كيميكال موديفيكيشن بقى مور سبيسيفيك على الفيروس، ما بقاش على الهيومن. ها؟ في حد عنده اي سؤال؟ اوكي. طيب